نيوتروفيلز. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالنيوتروفيل، سواء الفانكشن أو الكاينيتيك وكمان البولز أو أماكن التخزين. النيوتروفيل واحدة من الجرانيولوسايت زي ما قلنا في الفيديو اللي قبل كده، وهي تمثل حوالي 50% من كل الوايت بلاد سيلز الموجودة في البلاد ستريم، عشان كده هي عددها كبير جدا بالنسبة لباقي الليكوسايت، وبالتالي هي خلية أساسية في المناعة. اول فانكشن للنيتروفيل وهو الفاجوسيتوزيس اند باكتيريسايدال اكشن، ده دور مهم جدا بتقوم بيه النيتروفيل عشان تتخلص من الفورين باثوجين اللي بتخش داخل الجسم، بتعمل لها فاجوسيتوزيس وبعد كده بتعمل لها ديسنتجريشن او بتكسرها داخل الفاجوسوم جوه السيتوبلازم، زي ما هو باين في الصوره هنا. دي النيتروفيل موجوده في البلود ستريم وداخل السيتوبلازم موجود البكتيريا اللي حصل لها فاجوسيتوزيس، علشان كده اهم فانكشن بالنسبه للنيوتروفيل هو الفاجوسيتوزيس، وعشان كده احنا بنسميها المايكروفاج لان عددها كبير جدا زي ما احنا قلنا، بتمثل 50% من خلايا الليكوسايت، فبالتالي هي الخليه الاساسيه في عمليه الفاجوسيتوزيس. الفانكشن التانية اللي بتقوم بيها النيوتروفيل وهي الاكسيداتيف فورست، وده بيحصل في حالة تعرض النيوتروفيل للبكتيريا او اي برودكت من البكتيريا، بتعمل الريسبيراتوري او الاكسيديتيف فورست، ودي عباره عن ميكانيزم بتقوم بيها النيوتروفيل وبتفرز بعض الكيميكالز. الكيميكالز دي بتؤدي الى البرودكشن اوفر اكتيف اوكسجين سبيشيز اللي احنا بنختصرها بالار او اس اللي هي الروس، ودي بتبقى مهمه جدا فور كيلينج للبكتيريا، ودي ميكانيزم بتتم داخل السيتوبلازم في النيوتروفيل، بيتم جنريشن للرياكتيف اوكسجين سبيشيز اللي هو الاكسجين سوبر اوكسايد والهيدروجين بيروكسايد، اللي بيبقى لها دور كبير جدا في ان هي بتكسر البكتيريا وتعمل لها كيلينج، سواء البكتيريا الموجوده في السيتوبلازم، وكمان لو حصل ديسنتجريشن او تكسير للنيوتروفيل رياكتيف اوكسجين سبيشيز بتكسر البكتيريا الموجوده قريب منها. كمان الاكسيديتيف فورست يعمل دايجيشن للفايبرينوجين والكومبلمنت كومبوننت، وكمان بيعمل ستيميليشن للجنريشن اوف انفلاماتوري ميدييتور، فبالاضافه ان هو بيعمل كيلينج للبكتيريا كمان بيعمل جنريشن للانفلاماتوري ميدييتور اللي بتعمل انفلاميشن في المنطقة اللي حصل فيه انفكشن، وبالتالي بتؤدي لقدوم خلايا كتيرة جدا من الليكوسايت عشان تقدر تعمل ديستراكشن وتوقف الانفكشن في المنطقة دي، وبالتالي الاكسيداتيف فورست فانكشن مهمة جدا للنيوتروفيل بتقوم بيها عشان تعمل كيلينج للبكتيريا. كمان من الفانكشن المهمة للنيوتروفيل وهي ان هي بتعمل كيلينج وانكتيفيشن لبقية الباثوجين سواء الفانجاي واليست والبارازايتس والفيروسز، ولكن هي مينلي بتزيد في حالات البكتيريال انفكشن. النقطة التانية اللي هنتكلم عليها بالنسبة للنيوتروفيل وهو البولز او اماكن وجود وتخزين النيوتروفيل سواء داخل البون مارو او في البلاد ستريم. هنبتدي باول حاجة بالمارو نيوتروفيل بولز اللي بتبقى موجودة طبيعي داخل البون مارو. النيوتروفيل بتبقى موجودة داخل البون مارو في اتنين بول، اول بول بنسميه بروليفريشن بول، وده بيشمل الستيم سيل، المايلوبلاست، البرومايلوسايت والمايلوسايت، ودول طبعا احنا اتكلمنا عليهم في الفيديو اللي قبل كده، وعرفنا ان ده اول جزء في عملية الماتوريشن بالنسبة للجرانولوسايت، واللي بيحصل فيه ميتوتيك ديفيجن عشان يعمل انكريز للنمبر، عشان كده احنا بنسميه بروليفريشن بول. المكان الثاني وهو الستورج بول، بيشمل الميتا مايلوسايت والباند سيل والسيجمنترز او الماتيور نيوتروفيل، هو بيشمل الجزء الثاني اللي بيحصل فيه ماتوريشن ما بيحصلش فيه ديفيجن، وشكل الخليه بيتغير لحد ما بيوصل للماتيور نيوتروفيل، علشان كده البول ده بنسميه الستورج او الماتوريشن بول، لان بيحصل فيه ماتوريشن للسيلز من اول الميتا مايلوسايت لحد ما بتوصل الماتيور سيلز، وكمان بيحصل فيه تخزين للماتيور سيلز، عشان كده احنا سميناها ستورج بول داخل البون مارو. وبالتالي داخل البون مارو بيبقى فيه الاثنين بول، البروليفريشن بول بيمثل حوالي 20% من كل النيوتروفيل موجودة داخل البون مارو، بينما الستورج بول بيمثل 80% من النيوتروفيل. البروليفريشن بول دايما بيحتوي على لارج سيل والنيوكلاس بتبقى راوند، ودايما بتعمل ميتوتيك
ديفيجن، والنيوتروفيل بتقعد تقريبا في البروفيشن بول من 2.5 ل 3 ايام، بينما الستورج بول بيبقى معظم الخلايا عباره عن سمولر سيلز، بتبقى خليه صغيره، والنيوكلاس ما بتبقاش راوند، بتبقى اندنتد لانها ماشيه في طريق اللوبيوليشن، وكل الخلايا بيحصل لها ماتوريشن انما ما بيحصلهاش ديفيجن، الخلايا ما بتقدرش تنقسم ولكن بتبقى نفس الخليه وبيحصل لها ماتوريشن. وبرده في الستورج بول الخليه بتقعد من 2.5 ل 3 ايام وبعد كده بتخرج من البون مارو. وبالتالي يبقى احنا هنا زي ما احنا شايفين في البون بنقسمها ل البي بي اللي هو بروليفريشن بول، والاس بي اللي هو الستورج بول. بعد ما بيحصل ماتوريشن للخليه في البون مارو بتبتدي تطلع للبلد، زي ما احنا شايفين في الرسمه الموجوده قدامنا دي، داخل البون مارو بيبقى فيه الجزء الاولاني اللي احنا سميناه البروفريشن نيوتروفيليك بول، وبيبقى فيه كل الميتوتيك سيلز اللي بتعمل ديفيجن من اول المايلوبلاست والبرو مايلوسايت اللي هنسميها برو جرانولوسايت، بعد كده المايلوسايت نوعين او ثلاث انواع، بعد كده بيبتدي البول الثاني اللي احنا سميناه ماتوريشن او ستورج بول، واللي بيحصل فيه ماتوريشن للسيلز بيشمل الميتا مايلوسايت والباند سيل والسيجمنتد او الماتيور سيلز. بعد ما بيحصل ماتوريشن بتبتدي الخلايا تطلع من البون مارو وتوصل للبلد، بتقعد فتره صغيره في البلد وبعد كده بتنتقل للبادي تيشوز، ده المكان اللي بتقعد فيه بقيه حياتها وما بترجعش تاني للبلد. فالسيركوليشن هنا بيعتبر واي اوف ترانسبورتيشن، بمعنى بياخد الخلايا من البون مارو اللي هي حصل لها ماتوريشن وبينقلها لمختلف التيشو داخل الجسم. داخل البلاد ستريم الخلايا بتنقسم لاتنين بول او مكانين بيبقى موجود فيهم النيوتروفيل. اول بول بنسميه السنترال نيوتروفيليك بول، ده بيبقى عبارة عن الفري فلوينج سيل، يعني الخلايا اللي هي موجودة في النص اللي بتبقى فري مش لازقة في الجدار، هي دي اللي احنا بنسميها سنترال لانها بتبقى موجودة في السنتر اوف بلاد فيسل، وبالتالي بتبقى حرة الحركة وبتقدر تتحرك بالسرعة الطبيعية للبلاد ستريم. الجزء الثاني وهو المارجنال نيوتروفيليك بول، وده اللي بيبقى ادهيرد، الخلايا اللي لازقة على الجوانب كلها او على المارجن اوف بلاد فيسل بنسميها مارجنال نيوتروفيليك بول، والخلايا دي ما بتقدرش تمشي بنفس السرعة اللي بيمشي بيها السنترال نيوتروفيليك بول اللي هو حر الحركة، ولكن دي خلايا بتمشي بسرعة بسيطة جدا وبعد كده بيحصل لها ادهيرنس على البلاد فيسل وول بواسطة الادهيجن مولكيول اللي بيبقى موجود على الاندوثيليال سيلز، لانها الخلايا بيحصل لها ادهيرنس عشان بعد كده يحصل لها ميجريشن او تهاجر من البلاد فيسل وتوصل للتيشو، احنا بنسميها عملية ميجريشن اللي هو اكتيف migration، بحيث ان النيوتروفيل بيبقى لها amoeboid movement بتقدر تخترق الاندوثيليال سيلز وبتوصل للتيشوز. والسنترال نيوتروفيليك بول هو اللي بيبقى حر الحركه وهو اللي احنا بنقدر نجمعه لما بنيجي نجمع عينه البلد، اول ما بندخل السرنجه زي ما احنا شايفين السن بيخش في السنتر اوف بلاد فيسل وبياخد من السنترال نيوتروفيليك بول وهو ده اللي بيدينا النورمال نمبر للنيوتروفيل، بينما المارجنال بيبقى لازق على الوول وما بيخشش فيه النورمال نمبر اللي احنا بنعده ما بنيجي نعمل السي بي سي. والنيوتروفيل اللي بتبقى موجوده في التيشوز ما بتخشش كمان في العدد لانها زي ما قلنا بتبقى موجوده في التيشوز وما بترجعش تاني للبلد، وبالتالي يبقى واضح ان البون مارو فيه اتنين بول اللي هو بروليفريشن وماتوريشن بول. البلد بيبقى فيه اتنين بول، السنترال نيوتروفيليك بول والمارجنال نيوتروفيليك بول، واحنا سميناه بول او مخزن لان بيخزن الخلايا وبيقدر ينقلها في المكان الاخر على حسب الاحتياج، بمعنى لو التيشو محتاج نيوتروفيل بيقدر ياخد من المخزن الموجود في البلد، ولو النيوتروفيل قلت من البلد بتبتدي تاخد من المخزن اللي هو موجود داخل البون مارو. عملية الريليز اوف نيوتروفيل من البون مارو بتبقى استيميليتد عن طريق الانترلوكين 1 والتيومر نكروزيس فاكتور اللي بيطلعوا من الماكروفاجس، وزي ما احنا قلنا الخلايا بتبتدي تطلع من الستورج بول بتوصل للبلاد ستريم وبعد كده بتقعد فتره حوالي 10 ساعات في البلاد ستريم وبعد كده بيحصل لها ميجريشن وتوصل للتيشو المكان اللي بتعمل فيه الفانكشن بتاعتها وما بترجعش تاني للبلد. عمليه الريليز اوف نيوتروفيل من الستورج بول بتبقى ايج اوردرد ريليز انتو ذا بلاد، بمعنى ان الخلايا الماتيور هي اللي بتطلع الاول اللي هي بنسميها السيجمنتر، يليها الباند يليها الميتا مايلوسايت. البون مارو ما بيسمحش بخروج الباند سيل
والميتا مايلوسايت وبقيه الاماتيور سيلز لانها بتبقى لسه خلايا اماتيور، عشان كده هو ما بيسمحش ان هي بتطلع في البلاد ستريم، ولكن بتطلع في حالات الامرجنسي لو حصل ريليز او خروج للاماتيور نيوتروفيل. معنى كده ان في ديكريز في النمبر اوف نيوتروفيل الموجوده في البلاد بشكل كبير جدا، عشان كده بيبتدي يطلع الماتيور ما بتكفيش، بعد كده بيضطر ان هو يطلع الاماتيور سيلز. فبالتالي يبقى القاعده العامه في عمليه خروج النيوتروفيل من البون مارو ان هي بتبقى مرتبطه بحاله الماتوريشن، بمعنى ان البون مارو بيطلع الماتيور سيلز بس اللي هي السيجمنتد سيلز، ولكن بيطلع الاماتيور سيلز لو في حاله انفكشن او انفلاميشن ومحتاج لكميه كبيره من الخلايا، يبتدي الاول يطلع كل الماتيور سيلز، لو ما كفتش بيبتدي ياخد الاماتيور سيلز ويطلعها للبلط. الفيديو اللي موجود قدامنا بيورينا عمليه الاميجريشن اوف نيوتروفيل من البلاد ستريم للتيشو. زي ما احنا شايفين بنلاقي في المين ستريم اللي هو اللي ماشي سريع داخل البلاد فيسل، بيبقى في خلايا ماشيه بسرعه كبيره وخلايا لازقه في الممبرين اللي احنا بنسميها المارجنال نيوتروفيلك بول، بتمشي بسرعه بسيطه وبتعمل ادهيرنس للبلاد فيسل وول، بعد كده بيحصل لها الميجريشن او اكتيف ميجريشن نتيجه للاميبويد موفمنت اوف نيوتروفيل، وبعد كده بتخترق التيشو وتروح للمكان اللي بتفضل قاعده فيه. ولو في انفكشن او انفلاميشن بنلاقي كميه كبيره جدا بتعدي وتوصل للمكان اللي فيه انفلاميشن او انفكشن. بعد كده هنتكلم على الباند سيل اللي هي الاماتيور نيوتروفيل، اللي هي بتبقى اخر خليه في الاماتيور سيلز قبل الماتيور نيوتروفيل، عشان كده الباند سيل هي ليس ماتيور زي السيجمنتد نيوتروفيل، بتبقى مميزه بشكل النيوكلس. النيوكلس بتاخد اليو شيب او الباند شيب، عشان كده هم سموها الباند سيل، ما بيبقاش فيه اي لوبيليشن داخل النيوكلس. وزي ما قلنا المفروض ان الباند سيل بتبقى موجوده داخل الستورج بول، ما بتخرجش في المين بلاد ستريم. لو زاد عدد باند سيل في البلاد ستريم بنسميها شيفت تو اماتيوريتي، معناه زياده في عدد الاماتيور سيلز في البلاد ستريم، او بنسميها الليفت شيفت. والنيوتروفيل بيبقى ليها اكتر من شيفت، بنسميهم نيوتروفيل شيفتس، معناه زياده في انواع مختلفه من النيوتروفيل. فداخل البلاد ستريم المفروض بيبقى موجود الماتيور سيجمنتد نيوتروفيل فقط. لو حصل اي زياده في انواع اخرى من النيوتروفيل بنسميها شيفت، ممكن يكون الشيفت ده ليفت شيفت او رايت شيفت. والتسميه جت هنا من السيل كاونتر او العداد اللي هو موجود قدامنا ده، اللي احنا كنا بنعمل بيه الديفرنشال كاونت في الطريقه المانوال في البلاد فيلم. اما بنعمل بلاد فيلم وبنعمل له ستيننج وبعد كده بنعد الديفرنشال كاونت، بنعده عن طريق الكاونتر الموجود قدامنا ده، وبنرتب الخلايا من الشمال بيبقى الباند، يليها السيجمنتد، بعد كده الايزينوفيل، البيزوفيل، الليمفوسايت والمونوسايت زي ما هو باين قدامنا. بنلاقي ان الباند سيل بتبقى موجوده على الشمال، على شمال السيجمنتد سيل، وبالتالي لو زاد عدد الباند سيل احنا بنسميها ليفت شيفت او زياده في عدد الخلايا الموجوده في الكاونتر على شمال الماتيور. وطبعا تعبير مختصر ولكن بيدي دلاله، بدل ما بنقعد نشرح الشرح ده كله، اول ما بنقول ليفت شيفت معناه زياده الباند سيل اللي هي الاماتيور سيلز داخل البلاد ستريم بالشكل ده. وكمان بيبقى فيه شيفت تو رايت، شيفت تو رايت معناه ان في ابنورمال نيوتروفيل بتزيد في البلاد ستريم وهي الهايبر سيجمنتد سيلز، واللي هنتكلم عليها بالتفصيل كمان شويه. واحنا سميناها رايت شيفت لان ترتيب النيوتروفيل بيبقى الباند اللي هي ماتيور، السيجمنت اللي هي ماتيور، وبعد كده بيجي السنايل سيل اللي هي الخليه العجوزه اللي تبقى بعد السيجمنت سيلز، عشان كده احنا سميناها رايت شيفت. الليفت شيفت طبعا هو اللي بيبقى مهم اكتر وبيبقى له اكتر من تايبس. اول نوع بنسميه ريجينيريتيف ليفت شيفت، وده البروجنوزس بتاعه بيبقى جود لو لقيناه في البيشنت. النوع الثاني بنسميه الديجينيريتيف ليفت شيفت، وده بيبقى بور بروجنوزيس، يعني لو لقيناه في البيشنت الحاله بتبقى خطيره.
اول نوع وهو الريجنريتيف ليفت شيفت، ده بيتميز بالليكوسايتوزيس اللي هو زياده في العدد الكلي للليكوسايت نتيجه لزياده النيوتروفيل، بنلاقي عدد النيوتروفيل زياده اللي هنسميها النيوتروفيليا مع ظهور الاماتيور نيوتروفيل اللي هي الباند سيل في البريفرال بلاد. هيبقى هنا في زياده في الماتيور وفي الاماتيور سيلز، والاثنين مسببين زياده في التوتال ليكوسايت اللي احنا بنسميه ليكوسايتوز، ولكن عدد الماتيور نيوتروفيل بيبقى اكتر من الباند سيلز. وعلى حسب كمية ونوع الاماتيور سيلز اللي بتظهر في البلاد ستريم بنبتدي نقسم الريجنريتيف ليفت شيفت، في منها السلايت ليفت شيفت وده بيبقى فيه زيادة للباند نيوتروفيل، بينما المودريت ليفت شيفت بيبقى فيه زيادة للباند والميتا مايلوسايت، والنوع الثالث اللي هو الماركت ليفت شيفت وده بيزيد كل الخلايا الاماتيور سواء الباند والميتا مايلوسايت والمايلوسايت حتى البرو مايلوسايت، عشان كده احنا سميناه مارك. يبقى كلهم متفقين في زيادة الاماتيور سيلز، ولكن على حسب نوع وعدد الاماتيور سيلز بنقسمها لسلايت ومودريت ومارك. وزي ما احنا شايفين في الصورة بنلاقي عدد الماتيور سيجمنت نيوتروفيل بيبقى اكتر من الباند نيوتروفيل اللي هي موجودة في النص، ده بيدينا انديكيشن ان ده ريجنريتيف ليفت شيفت، وده البروجنوز بتاعه بيبقى جود لان البون مارو بيقدر يطلع ماتيور سيلز اللي بتقدر تقوم بعمليه الفاجوسايتوزيس بالاضافه للاماتيور سيلز، معنى كده ان هو شغال في عمليه الديفيجن وبالتالي البروجنوز بيبقى جود. النوع الثاني هو الديجنريتيف ليفت شيفت، هنا بيبقى التوتال ليكوسايت يا اما لو نورمال او سلايتلي اليفيتد مع زياده الاماتيور جرانولوسايت اللي هي الباند سيل، وهنا بيبقى عدد الباند سيل اكتر من الماتيور نيوتروفيل، وده بيدينا انديكيشن على الانابيليتي اوف بون مارو تو ريسبوند تو انفكشن، بمعنى ان البون مارو مش قادر يخلق خلايا ماتيور وبالتالي ما بيقدرش يستجيب للانفكشن الموجود داخل الجسم، وده دايما بيحصل في البكتيريا الانفكشن مع السبتسيميا. وزي ما احنا شايفين في الصوره الموجوده قدامنا بنلاقي معظم الخلايا باند سيلز بيبقى عددها اكبر من السيجمنتد، عشان كده البروجنوزيس هنا بيبقى بور وبنسميها الديجنريتيف ليفت شيفت، معناه ظهور الاماتيور سيلز وانابيليتي اوف بون مارو تو ريجنريت، عشان كده سميناها ديجنريتيف. الليكومويد بلاد بيكتشر ده عباره عن ريجنريتيف ليفت شيفت، ولكن اللي بيميزه هو وجود الاكستريملي اليفيتد توتال ليكوسايت كاونت بحيث ان هو ممكن يزيد عن 100,000، وبنلاقي فيه كمان سيفير شيفت ليفت يعني وجود الاماتيور سيلز بكميه كبيره جدا، وبالتالي بيبقى شبيه بالجرانيولوسيتيك لوكيميا اللي هو عباره عن كانسر في المذر سيلز اوف جرانيولوسايت، ولكن هو ما بيبقاش لوكيميا عشان كده احنا سميناه ليكومويد بلاد بيكتشر. ده بيبقى السبب بتاعه عباره عن بكتيريال انفكشن، وبيبقى سيفير بكتيريال انفكشن زي البايوميترا والديب ابسس فورميشن، وكمان في حالات السيفير هيمورج والهيموليسيس. في الحاله دي بنلاقي البون مارو بيطلع كميه كبيره جدا من السيلز، وزي ما احنا شايفين في الصوره بنلاقي عدد كبير جدا من الليكوسايت في البلاد ستريم، عشان كده احنا سميناه الليكومويد رياكشن. واحنا بنقدر نفرق ما بينه وما بين اللوكيميا من خلال فحص البون مارو، وكمان بنفحص طبيعه الاماتيور سيلز الموجوده في البلاد ستريم. النوع الثاني من الشيفتس، احنا قلنا الشيفتس الموجوده في النيوتروفيل يا اما ليفت شيفت اللي هو زياده الاماتيور سيلز او الرايت شيفت. الرايت شيفت بنلاقي وجود ماتيور سيلز ولكن بيبقى فيها مورفولوجيكال تشينجز، بعض التغيرات في الشكل عباره عن هايبر سيجمنتيشن وبيتنوزيس للنيوكليس، والعلامتين دول اللي هي الهايبر سيجمنتيشن والبيتنوزيس دي علامات الايجنج، يعني علامات التقدم في العمر بالنسبة للنيوتروفيل. زي ما احنا شايفين في الصورة بنلاقي ان النيوتروفيل المفروض بيبقى فيها من 3-5 لوب، هنا بنلاقي فيه ازيد من العدد ده، عشان كده احنا سميناه هايبر سيجمنتيشن. المفروض ان عملية الايجنج دي بتتم داخل التيشوز، لان احنا قلنا الخلية بيحصل لها مايجريشن وبتوصل للتيشوز وما بترجعش تاني للبلد، عشان كده عملية الايجنج المفروض ما بنشوفهاش في البلاد ستريم، بتتم داخل التيشو. ولكن لو حصلت وشفنا الهايبر سيجمنتد سيلز مع البكنوزس للنيوكلس داخل البلاد ستريم، ده بيدينا انديكيشن ان في ريدكشن لعمليه الامايجريشن فروم سيركوليشن
تو تيشو، الخلية بتتحبس داخل الدم عشان كده بيحصل لها ايجنج وهي موجودة داخل البلاد ستريم. ده بيحصل نتيجة لزيادة الاندوجينس كورتيزول او الاكسوجينس كورتيكوستيرويدز. الاندوجينس كورتيزول بيطلع نتيجة للستريس، والاكسوجينس بيجي نتيجة للادمنستريشن للدراج، والكورتيزول او الاكسوجينس كورتيكوستيرويد بتتميز ان هي بتمنع عملية الميجريشن من البلاد للتيشوز، عشان كده بيبقى فيه سينيليتي او ان الخلايا بيحصل لها ايجينج، عشان كده احنا بنسميه رايت شيفت، يعني خليه بعد الماتيور سيلز وبالتالي هتبقى يمه اليمين، عشان كده احنا سميناه رايت شيفت. وبالتالي بقى احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصه بالفانكشن اوف نيوتروفيل، وعرفنا اهم فانكشن هي الفاجوسايتوزيس وسميناها المايكروفاج. الحاجه الثانيه وهي البولز او اماكن اللي بيتخزن فيها النيوتروفيل، في البروليفريشن نيوتروفيليك بول والستورج نيوتروفيليك بول، الاثنين بيبقى موجودين داخل البون مارو، وفي السنترال والمارجنال نيوتروفيليك بول بيبقى موجودين في البلاد ستريم. كمان عرفنا ما يسمى النيوتروفيل شيفتس، وعرفنا ان في نوعين من الشيفت، اول نوع بنسميه ليفت شيفت اللي هو ظهور الاماتيور سيلز، والنوع الثاني بنسميه رايت شيفت وهو ظهور السينايل او الايجد سيلز.